وخلال الاجتماع أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رفض العرب بطوائفهم كافة المساس بالقدس، مشيدا في الوقت ذاته بالموقف الأوروبي تجاه القدس حول قرار الولايات المتحدة بتخفيض دعمها لوكالة الأونروا. أكد أبو الغيط أن القرار يشكك في نية واشنطن تجاه عملية السلام، وأن ذلك سيترتب عليه تبعات خطيرة. إنها رسالة بأننا نتحدث بصوت واحد مسموع وبخطاب موحد وواضح. المساس بمستقبل القدس لن يقبله عربي مسلما كان أم مسيحيا. والعبث بهذا الملف هو لعب بالنار ودعوة لانزلاق المنطقة إلى هاوية الصراع الديني والعنف والإرهاب. إن موقفنا العربي المشترك من قضية القدس صار واضحا للجميع، وقد تضمنه القرار 82-21 الصادر في 9 ديسمبر الماضي، ولا حاجة بنا إلى تكرار ما نص عليه القرار من مبادئ وما اشتمل عليه من إجراءات. وعليه فإنني سوف أتناول 3 نقاط مختصرة في هذا الصدد. أولاً، أن اجتماعنا اليوم فرصة لإعادة تقييم الوضع والوقوف على مستجداته. وأقول من دون مبالغة أو تهويل أن الزخم الذي تحقق على الصعيد الدولي بداية من التصويت برفض القرار الأمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 129 صوتاً، وليس انتهاء بالمواقف الدولية المختلفة وآخرها الموقف الأوروبي الإيجابي والمحمود كما عبرت عنه السيدة فيدريكا موجيري.